وضع الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح العمقي بمدينة المكلا حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل وصيانة الجسر السطحي في منطقة بويش بتمويل من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة للخدمات المشاريع يونغوس. أتفقد الأمين العام ومعه مديري صندوق صيانة الطرق والأشغال العامة بساحل حضرموت والمدير العام لمدينة المكلا وممثلي المنظمة موقع تأهيل الجسر وصيانته البالغ طوله 430 متر وعرضه 36 متر بكلفة 1,500,000 دولار أمريكي. ويأتي المشروع بإشراف صندوق صيانة الطرق ضمن وحدة تنفيذ المشروع الطارئ الثاني للخدمات الحضرية المتكاملة بتنفيذ شركة بادخن للتجارة والمقاولات المحدودة.